بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. فإن الحديث عن الفرق ليس هو من باب السرد التاريخي الذي يقصد منه الاطلاع على أحوال الفرق بمجرد الاطلاع كما يطلع على الحوادث التاريخية والوقائع التاريخية السابقة، وإنما الحديث عن الفرق له شأن أعظم من ذلك، ألا وهو الحذر من شر هذه الفرق ومن محدثاتها، والحث على لزوم أهل السنة، فرقة أهل السنة والجماعة التي هي على الصراط المستقيم. ولا شك أن التمسك بما عليه أهل السنة والجماعة وترك ما عليه الفرق المخالفة لا يحصل عفوا للإنسان، لا يحصل إلا بعد الدراسة ومعرفة ما هي الفرقة الناجية، من هم أهل السنة والجماعة الذين يجب على المسلم أن يكون معهم، ومن هم أهل الفرق المخالفة، وما هي مذاهبهم وشبهاتهم حتى يحذر منها، لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فقلت: يا رسول الله، ما كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الدين حصل الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخلوا يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. قلت: فما تأمرني؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: أن تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فمعرفة الفرق ومذاهبها شبهاتها، معرفة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وما هي عليه، هذا فيه خير كثير للمسلم، لأن هذه الفرق الضالة عندها شبهات، عندها مغريات، تضليل. فقد يغتر الجاهل يغتر بهذه الدعايات وينخدع بها فينتمي إليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث حذيفة: هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. الخطر شديد. قد وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم كما في حديث العرباض بن سارية، وعظهم موعظة وجلت منها موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك اختلاف وتفرق، وأوصى عند ذلك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم
وترك ما خالفها من الأقوال والأفكار والمذاهب المضلة، فإن هذا هو طريق النجاة. قد أمر الله سبحانه وتعالى بالاجتماع والاعتصام بكتابه ونهى عن التفرق، قال سبحانه وتعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف. قال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الدين واحد هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الانقسام إلى ديانات وإلى مذاهب مختلفة. الدين واحد، دين الله سبحانه وتعالى، ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وترك أمته عليه، حيث ترك صلى الله عليه وسلم أمته على البيضة ليلها كنارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وما جاء التفرق في الكتاب العزيز إلا مذموما ومتوعدا عليه، وما جاء الاجتماع على الحق والهدى إلا محمودا وموعودا عليه بالأجر العظيم لما فيه من المصالح العاجلة والآجلة. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أحاديث كثيرة تأمر بلزوم الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: فرقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا بد أن يحصل تفرق في هذه الأمة، فهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يحصل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وهذا الإخبار منه صلى الله عليه وسلم معناه النهي، خبر معناه النهي عن التفرق والحذر من التفرق، ولهذا قال: كلها في النار إلا واحد. سئل عنها صلى الله عليه وسلم هذه الواحدة الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فمن بقي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الناجين من النار، ومن اختلف عن ذلك فإنه متوعد بالنار على حسب بعده عن الحق، متوعد بالنار إن كانت فرقته فرقة كفر وردة فإنه يكون من أهل النار الخالدين فيها، وإن كانت فرقته دون ذلك فإنه متوعد بالنار، متوعد بالنار، لكن لا يخلد فيها ما دام أن فرقته لم تخرجه عن الإسلام، لكن عليه وعيد شديد، ولا ينجو من هذا الوعيد إلا طائفة واحدة من 73 وهي الفرقة الناجية، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمنهج السليم المحجة البيضاء
هذا هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، دل هذا على أنه مطلوب من آخر هذه الأمة أن يتبعوا منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذي هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف منهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فإنه يكون من الضالين. قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فمن أطاع الله وأطاع الرسول في أي زمان كان، سواء كان في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم أو آخر مسلم في الدنيا، إذا كان على طاعة الله ورسوله فإنه يكون مع الفرقة النادية، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما من تخلف عن هذا المنهج فإنه لن يحصل على هذا الوعد ولن يكون مع هؤلاء الرفقة الطيبين، وإنما يكون مع من انحاز إليهم من المخالفين. ولهذا هذا الدعاء العظيم الذي نكرره في صلاتنا في كل ركعة في آخر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء عظيم تنبه له. نسأل الله في كل ركعة من صلاتنا أن يهدينا لصراط الذين أنعم الله عليهم وهو الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وكان عليه أتباعهم إلى يوم القيامة، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم هو المتبع والمطاع. والمقتدى به صلى الله عليه وسلم لأنه نبي آخر الزمان، ومنذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة والناس كلهم مأمورون باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لو قدر أنه جاء نبي من السابقين فإنه يجب عليه أن يكون متبعا لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ذلك في قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول لمحمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون. فلا دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ابتغى غيره من الأديان فإنه لن يقبل منه ويكون يوم القيامة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين غير المغضوب عليهم. هذه الفرق الضالة، والمغضوب عليهم كل من عنده علم ولم يعمل به من اليهود وغيرهم من ضلال العلماء الذين عرفوا الحق وتركوه تبعا لأهوائهم وأغراضهم ومنافعهم الشخصية. يعرفون الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم لا يتبعونه، بل يتبعون أهواءهم ورغباتهم وما تمليه عليه عواطفهم أو انتماءاتهم المذهبية أو غير ذلك. هؤلاء يعتبرون من المغضوب عليهم لأنهم عصوا الله على بصيرة غضب الله عليهم،
ولا الضالين وهم الذين يعملون ويجتهدون في العبادة لكنهم على غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، كالمبتدعة، المبتدعة والمخرفين الذين يجتهدون في العبادة والزهد والصلاة والصيام وإحداث عبادات ما أنزل الله بها من سلطان ويتعبون أنفسهم لكنها لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ضالون، عملهم مردود عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هؤلاء هم الضالون، منهم النصارى ومنهم كل من عبد الله على جهل وضلال، عبد الله عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت نيته حسنة مقصده طيب، العبرة ليست بالمقاصد فقط، العبرة بالاتباع. ولهذا يشترط في كل عمل أن يتوفر فيه شرطان: الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع على الكتاب والسنة، ونهانا عن التفرق والاختلاف. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمرنا بالاجتماع على الكتاب والسنة ونهانا عن التفرق والاختلاف، لما في ذلك، لما في الاجتماع على الكتاب والسنة من الخير العاجل والآجل، ولما في التفرق من المضار العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة. فالأمر يحتاج إلى اهتمام شديد، لأن كلما تأخر الزمان كثرت الفرق، كثرت الدعايات، كثرت النحل والمذاهب الباطلة، كثرت الجماعات المتفرقة. لكن الواجب على المسلم أن ينظر، فما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ به كائنا من كان، لأن الحق ضالة المؤمن. أما ما خالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم تركه، ولو كان مع جماعته أو مع من ينتمي إليه، ما دام أنه مخالف للكتاب والسنة. الإنسان يريد النجاة، لا يريد الهلاك لنفسه والمجاملة، المجاملة لا تنفع في هذا. مسألة جنة أو نار، الإنسان لا تأخذه المجاملة أو يأخذه التعصب أو يأخذه الهوى بأن ينحاز مع غير أهل السنة والجماعة، لأنه بذلك يضر نفسه ويخرج نفسه عن طريق النجاة إلى طريق الهلاك. أما أهل السنة والجماعة فلا يضرهم من خالفهم، ما جيت معهم ولا ما جيت معهم ما يضرهم، إن جيت معهم الحمد لله وهم يفرحون بهذا لأنهم يريدون الخير للناس، وإما جئت معهم فأنت لا تضرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. وليس العبرة بالكثرة، العبرة بالموافقة، العبرة بالموافقة للحق ولو لم يكن عليه إلا قلة من الناس، حتى ولو لم يكن عليه في بعض الأزمان إلا واحد من الناس، فهو الحق وهو الجماعة. لا نفهم من الجماعة يعني الكثرة، بل نفهم من الجماعة ما وافق الحق، وافق الكتاب والسنة ولو كان الذي عليه قليلون. أما إذا كان اجتمع كثرة وحق الحمد لله هذه قوة، إذا اجتمعت الكثرة على الحق هذه قوة والحمد لله. أما إذا ما اجتمعت الكثرة والحق فنحن ننحاز مع الحق ولو لم يكن معه إلا القليل، هذا هو الواجب. فما أخبر به صلى الله عليه وسلم من حصول التفرق والاختلاف قد وقع ويتطور، كل ما تأخر الزمان تطور التفرق والاختلاف إلى أن تقوم الساعة. حكمة من الله سبحانه وتعالى ليبتلي عباده، فيتميز من يطلب الحق ممن يؤثر الهوى والعصبية.
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. حكمة من الله سبحانه وتعالى. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، ولذلك خلقه. تمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حصول هذا التفرق وهذا الاختلاف ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وإلا فهو قادر سبحانه على أن يجمعهم على الحق، ولو شاء الله لجمعهم على الحق، هو قادر على هذا. لكن حكمته اقتضت سبحانه وتعالى أن يبتليهم لوجود التفرق والاختلاف، من أجل أن يتميز طالب الحق من طالب الهوى والتعصب. هذه حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. فما أخبر به صلى الله عليه وسلم من وقوع التفرق والاختلاف هذا وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وما زال علماء الأمة في كل زمان ومكان عند هذا الاختلاف يوصون بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بقيت بعدهم وبعد وفاتهم. تجدون في كتاب صحيح البخاري مثلا باب الاعتصام بالكتاب والسنة، تجدون في كتب العقائد ذكر الفرق وذكر الفرقة الناجية وصفات الفرقة الناجية، هذا موجود في كتب العقائد. أقرب شيء شرح الطحاوية وشرحها وبين أيديكم الآن. والغرض من هذا بيان الحق من الباطل. فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من التفرق والاختلاف، لكن بقي ماذا يجب علينا نحو هذا التفرق وهذا الاختلاف؟ الواجب أن نعمل بما أوصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لا نجاة من هذا الخطر إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تحسبن أن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والبقاء مع الطائفة المنصورة، لا تحسبن هذا الأمر يحصل بسهولة، بل يحصل لابد يكون فيه مشقة، لكن يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر وثبات. وإلا فإن المتمسك بالحق خصوصا في آخر الزمان سيعاني من المشاق، ويكون القابض على دينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسائرون على منهج السلف يكونون غربا في آخر الزمان كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. طوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس، وفي رواية يصلحون إذا فسد الناس. فهذا يحتاج إلى أولا العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلم بمنهج السلف الصالح وما كانوا عليه، ويحتاج إلى تمسك بهذا وصبر، صبر على ما يلحق الإنسان من الأذى في ذلك. ولهذا يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر هذا يدل على أنهم سيلاقون مشقة في إيمانهم وعملهم وتواصيهم بالحق، سيلاقون عنة من الناس ولوما من الناس وتوبيخا، وقد يلاقون تهديدا، وقد يلاقون قتلا وضربا، ولكن يصبرون على ما داموا على الحق. الحمد لله يصبرون على الحق ويثبتون عليه، وإذا تبين لهم أنهم على شيء من الخطأ يرجعون إلى الصواب، لأن هدفهم هو الحق، لهو المطلوب. نعم حدث التفرق في وقت مبكر. أول ما حدث فرقة القدرية في آخر عهد الصحابة، القدرية الذين
ينكرون القدر ويقولون إن ما يجري في هذا الكون ليس بقدر وقضاء من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو أمر يحدث بدون سابق تقدير من الله عز وجل. فأنكروا الركن السادس من أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره كله من الله سبحانه وتعالى. حدثت طائفة في آخر عهد الصحابة تنكر أن يكون ما يجري في هذا الكون بقضاء الله وقدره، وإنما هو شيء يحدث صدفة كما يقولون، تعالى الله عما يقولون. ولذلك سموا بالقدرية وسموا بمجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأنهم يزعمون أن كل واحد يخلق فعل نفسه، ولم يكن ذلك بتقدير من الله ولا بخلق من الله عز وجل. لذلك أثبتوا خالقين مع الله كالمجوس الذين يقولون إن الكون له خالقان: النور والظلمة. النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر. القدرية زادوا على المجوس أنهم أثبتوا خالقين متعددين كل يخلق عندهم فعل نفسه، فلذلك سموا بمجوس هذه الأمة. وانقسموا إلى مجبرة الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعل نفسه وليس له اختيار، وإنما هو كالريشة التي تحركها الريح بغير اختيارها. هؤلاء يسمون الجبرية أو المجبر، الغلاة القدرية الذين غلوا في إثبات القدر وسلبوا العبد الاختيار. وطائفة منهم على العكس أثبتوا اختيار الإنسان وغلوا في إثبات اختيار الإنسان، حتى قالوا إنه يخلق فعل نفسه مستقلا عن الله، تعالى الله عما يقولون. وهؤلاء يسمون بالقدرية النفاة، القدرية النفاة، ومنهم المعتزلة ومن سار في ركابهم. هذه فرقة القدرية، وتفرقت القدرية إلى فرق كثيرة أعلمها إلا الله. لأن الإنسان إذا ترك الحق فإنه يهيم في الضلال ولا يدري، يتخبط ما يدري وين يروح، كل شوي يحدث مذهب وكل شوي يحدث فكرة، وبعدين كل طائفة تحدث لها مذهب تنشق عن الطائفة التي قبلها. هذا كان أهل الضلال، دائما في شقاق ودائما في تفرق، ودائما تحدث لهم أفكار وتصورات مختلفة متضاربة. أما أهل السنة والجماعة لا، ما يحدث عندهم اضطراب ولا اختلاف، لأنهم متمسكون بالحق الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى، فهم معتصمون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل عندهم اضطراب ولا اختلاف، لأنهم يسيرون على منهج واحد. الفرقة الثانية فرقة الخوارج، الخوارج الذين خرجوا على عهد آخر عهد عثمان رضي الله عنه، ونتج عن خروجهم قتل عثمان رضي الله عنه في خلافة علي رضي الله عنه، انشقوا عليه وكفروه وكفروا الصحابة، لأن الصحابة لم يوافقوهم على مذهبهم، وهم يظنون أن من خالفهم في مذهبهم فهو كافر. هؤلاء هم الخوارج، كفروا خيرة الخلق وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أنهم لم يوافقوهم على ضلالهم وعلى كفرهم. الخوارج مذهبهم أنهم لا يلتزمون بالسنة والجماعة، لا يطيعون إماء ولي الأمر، ويرون الخروج عليه أنه من الدين، وأن شق العصا هذا من الدين يعتبرون، عكس ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم من لزوم الطاعة، بل عكس ما أمر الله تعالى به في قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهؤلاء الله جل وعلا جعل طاعة ولي الأمر من الدين، ولي أمر المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل طاعة ولي الأمر من الدين، قال صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد، اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا.
فطاعة ولي الأمر المسلم من الدين. الخوارج يقولون لا، إن أحرار، هذه طريقة التوراة اليوم، وإحنا أحرار ولا نخضع لولي أمر ولا شيء. هذه طريقة الخوارج الذين يريدون تفريق جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة ومعصية الله ورسوله في هذا الأمر، ويرون أن مرتكب الكبيرة كافر، مرتكب الكبيرة الزاني والسارق وشارب الخمر يرون أنه كافر، في حين أن أهل السنة والجماعة يرون أنه مسلم ناقص الإيمان، أنه مؤمن ناقص الإيمان، ويسمونه بالفاسق الملي، فاسق ملي، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ما يخرج من الإسلام إلا الشرك أو نواقض الإسلام المعروفة، أما المعاصي التي دون الشرك فإنها لا تخرج من الإيمان وإن كانت كبائر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخوارج يقولون لا، يقولون لا، مرتكب الكبيرة كافر ولا يغفر له وهو مخلد في النار. هذا خلاف ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى، خلاف ما جاء في كتاب الله، لأنهم ليس عندهم فقه. لاحظوا أن السبب الذي أوقعهم في هذا أنهم ليس عندهم فقه، هم جماعة اشتدوا في العبادة والصلاة والصيام وتلاوة القرآن ولكنهم لا يفقهون، وهذه هي الآفة. فالاجتهاد في الورع والعبادة لا يكفي، لا بد أن يكون ذلك مع الفقه، مع الدين والعلم. ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن الصحابة يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم وعبادتهم إلى عبادتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مع عبادتهم ومع صلاحهم ومع تهجدهم وقيامهم بالليل، لكن لما كان اجتهادهم ليس على أصل صحيح ولا على علم صحيح صار ضلالا ووباء وشرا عليهم وعلى الأمة. وما عرف عن الخوارج في يوم من الأيام أنهم قاتلوا الكفار، أبدا، إنما يقاتلون المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم: يقاتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوهام. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، أنهم يقاتلون أهل الإيمان أو يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. ما عرفنا في تاريخ الخوارج في يوم من الأيام أنهم قاتلوا الكفار والمشركين، وإنما يقاتلون المسلمين. قتلوا عثمان، قتلوا علي بن أبي طالب، قتلوا الزبير بن العوام، قتلوا خيار الصحابة، وما زالوا يقتلون في المسلمين. هذه طريقتهم، من صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإيمان، هذا في صحيح البخاري، من صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون عبدة الأوثان، وذلك بسبب جهلهم في دين الله عز وجل، مع ورعهم ومع عبادتهم ومع اجتهادهم، لكن لما لم يكن هذا مؤسسا على دين، على علم صحيح، صار وبالا عليهم. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في وصفهم: ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. استدلوا بنصوص وهم لا يفهمونها، استدلوا بنصوص من القرآن ومن السنة بالوعيد على المعاصي وهم لا يفقهون معناها، ولم يرجعوها إلى النصوص الأخرى التي فيها الوعد بالمغفرة والتوبة. ما ردوا بعض النصوص إلى بعض، أخذوا طرفا وتركوا طرفا، هذا لجهلهم. ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. آفتهم أنهم قاصروا المعرفة، هذه آفة الخوارج. الغيرة والحماس على الدين لا يكفيان، لا بد أن يكون هذا مؤسسا على علم وعلى فقه في دين الله عز وجل، وصادرا عن علم وموضوعا في محله. الغيرة طيبة، الغيرة على الدين طيبة، والحماس للدين طيب، لكن لا بد أن يرشد ذلك باتباع الكتاب
والسنة، ولا أغير على الدين ولا أنصح للمسلمين من الصحابة رضي الله عنهم، هذا بلا شك. ومع ذلك قاتلوا الخوارج، قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قتلهم شر قتل في وقعة صفين النهروان، لا في وقعة النهروان، في وقعة النهروان قتلهم في وقعة النهروان شر قتله. وتحقق في ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من يقتلهم، بشر من يقتل الخوارج بالخير والجنة، فكان علي بن أبي طالب هو الذي قتلهم فحصل على هذه البشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم. قتلهم ليدفع شرهم عن المسلمين، قتلهم ليدفع شرهم عن المسلمين، وواجب على المسلمين في كل عصر إذا تحققوا من وجود هذا المذهب الخبيث أن يعالجوه بالدعوة إلى الله أولا، دعوة إلى الله أولا بتفصيل الناس بذلك، فإن لم يمتثلوا قاتلوهم. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرسل إليهم ابن عمه عبد الله بن عباس حبر القرآن، حبر الأمة وترجمان القرآن، فنظرهم ورجع منهم 6000، وبقي منهم بقية كثيرة لم يرجعوا. عند ذلك قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعه الصحابة لدفع شرهم وأذاهم عن المسلمين. هذه فرقة الخوارج وهذا مذهبهم. فرقة الشيعة ثالثة، فرقة الشيعة، الشيعة معناها الذين يتشيعون لأهل البيت، يتشيعون لأهل البيت. التشيع في الأصل الاتباع، وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من أتباع، من أتباع من؟ إبراهيم من أتباع من؟ أتباع نوح عليه السلام، لما ذكر الله قصة نوح قال وإن من شيعته، يعني من أتباعه لإبراهيم. فأصل التشيع الاتباع. ثم صار يطلق على هذه الفرقة التي تزعم أنها متبعة لأهل البيت، لعلي بن أبي طالب وذريته، وأن علي هو الوصي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم على الخلافة، وأن أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة ظلموا عليا واغتصبوا الخلافة منه، هكذا يقولون قبحهم الله، أنهم ظللوا الصحابة كلها، لأن الصحابة أجمعوا على بيعة أبي بكر، ومنهم علي رضي الله عنه، علي بايع لأبي بكر وبايع العمر وبايع العثمان، فمعنى هذا أنهم خولوا عليا رضي الله عنه الذي يزعمون أنهم ينتسبون إليه. ومن مذهبهم أنهم يغلون في أهل البيت، يغلون في أهل البيت، حتى آل بهم الأمر إلى أن اتخذوهم أربابا من دون الله، وبنوا عليهم الأضرحة وشيدوا عليهم القباب، وصاروا يطوفون بقبورهم ويذبحون لهم وينذرون. وتفرقت الشيعة إلى فرق كثيرة، إلى فرق كثيرة، بعضها أخف من بعض وبعضها أشد من بعض، منهم الزيدية ومنهم الرافضة الاثني عشرية ومنهم الإسماعيلية الفاطمية ومنهم القرامطة ومنهم عدد كبير فرق. كما قلت لكم سابقا إن من ترك الحق فإنه لا يزال باختلاف وتفرق، قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فمن ترك الحق يبتلى بالباطل والزيغ والتفرق ولا ينتهي إلى نتيجة إلا إلى الخسارة والعياذ بالله. تفرقت الشيعة إلى فرق كثيرة ونحل كثيرة، كما تفرقت وكما تفرقت الخوارج، الخوارج أيضا تفرقوا إلى فرق، إلى فرق كثيرة، الأزارقة والحرورية وإلى آخر فرق الخوارج كثيرة، منهم الغلاة ومنهم من هو دون ذلك، لهم فرق كثيرة.
من الخوارج، كلها ترجع إلى أصل الخوارج. الفرقة الرابعة فرقة الجهمية. الجهمية، وما أدراك ما الجهمية؟ الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان. الجهم بن صفوان الذي تتلمد على 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 ناس من اليهود، على الجعد بن درهم، تتلمد على الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تتلمد على لبيد ابن الأعصم اليهودي. ما هو مذهب الجهمية؟ مذهب الجهمية الصفات، الأسماء والصفات، أنهم ينكرون أسماء الله وصفاته، ينكرون أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، فلا يثبتون لله اسما ولا صفة، ويزعمون أنه ذات مجردة عن الأسماء والصفات، تعالى الله عما يقولون، لأن إثبات الأسماء والصفات بزعمهم يقتضي الشرك، تعدد الآلهة كما يقولون. هذه شبهتهم اللعينة، ولا تدري ماذا يقولون في أنفسهم. يعني الواحد منهم أليس يوصف مثلا بأنه عالم وبأنه غني وبأنه صانع وبأنه تاجر؟ يعني الواحد منهم له عدة صفات، أليست كذلك؟ هل معنى ذلك أنه يكون عدة أشخاص؟ لصار الواحد مثلا فقيه ونحوي ومفسر وصانع وتاجر، ألا تجتمع هذه الصفات في شخص؟ إذا اجتمعت في شخص هل يقال أنه صار عدة أشخاص؟ هذه مكابرة، هذه مكابرة للعقول. فلا يلزم من تعدد الأسماء والصفات تعدد الآلهة. ولهذا لما قال المشركون من قبل، لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن يا رحيم، قالوا هذا يزعم أنه يعبد إلها واحدا وهو يدعو آلهة متعددة. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أسماء الله كثيرة سبحانه وتعالى، وهي تدل على كماله وعظمته سبحانه وتعالى، لا تدل على تعدد الآلهة كما يقول، بل تدل على العظمة وعلى الكمال. أما الذات المجردة التي ليست لها صفات، هذه لا، هذه لا وجود لها، مستحيل يوجد شيء ليس له صفات أبدا. هل في الدنيا شيء يوجد ليس له صفات؟ مستحيل أبدا، لازم يكون له صفات، وعلى الأقل صفة الوجود، صفة الوجود له، قال إنه موجود على الأقل. هؤلاء هم الجهمية، نسبة إلى الجهم بن صفوان الذي تبنى مذهب الجبر ومذهب التجهم، التجهم في الأسماء والصفات، والجبر في القدر، أنهم الجهمية مجبرة، يقولون إن العبد ليس له مشيئة وليس له اختيار، وإنما هو مجبر على أفعاله. ومعنى هذا أنه إذا عذب على المعصية يكون مظلوما، لأنها ليست فعلة، مجبر عليها كما يقولون تعالى الله عن ذلك. فهم جمعوا بين الجبر وبين التجهم، ولهذا يقول العلامة ابن القيم جيم وجيم ثم جيم معهما، يعني جمعوا بين جبر وتجهم. والجيم الثالثة وشي؟ الجبر والتجهم هو الجبر، الجبر هو الجبرية، التجهم هو نفس الشيء، هو أربع جيمات، والجيم الرابعة يقول جهنم، الجيم الرابعة جيم جهنم، جيم وجيم ثم جيم معهما، راجعوا البيت النونية. الحاصل أن هذا مذهب الجهمية، والذي اشتهر فيه هو نفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى. انشق عن هذا المذهب مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة ومذهب الماتريدية، كله منشق من مذهب الجهمية. فالمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، لكن أثبتوا أسماء مجردة، مجرد ألفاظ لا تدل على صفات، لا تدل على صفات. فالمعتزلة سموا بالمعتزلة
لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري، لأنهم كانوا كان إمامهم واصل بن عطاء، كان إمام المعتزلة واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، الإمام التابعي الجليل. فلما سئل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة ما حكمه؟ قال بقول أهل السنة والجماعة إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. لم يرضى واصل بن عطا بهذا الجواب من شيخه فاعتذر وقال لا، أنا أرى أنه ليس بمؤمن ولا كافر، أنه في المنزلة بين المنزلتين، وانشق عن شيخه الحسن وصار في ناحية المسجد، واجتمع عليه قوم من أوباش الناس وأخذوا بقوله، لأن لا بد أن حتى دعاة الضلال لا بد ينحاز لهم نفسه. هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، تركوا مجلس الحسن الذي هو مجلس الخير ومجلس العلم وانحازوا إلى مجلس المعتزلي واصل بن عطاء، ومن ذلك الوقت سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا أهل السنة والجماعة، فصاروا ينفون الصفات لله سبحانه وتعالى ويثبتون له أسماء مجردة، ويحكمون على مرتكب الكبيرة بما حكمت به الخوارج أنه مخلد في النار، لكن اختلفوا عن الخوارج في الدنيا أنه يكون في المنزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن ولا كافر، الخوارج يقولون كافر، اختلفوا عن الخوارج في هذا، المنزلة بين المنزلتين، وافقوه على أنه يخرج من الإيمان، لكن لم يوافقوهم على أنه يدخل للكفر، قالوا في المنزلة بين المنزلتين. يا سبحان الله، هل معقول أن الإنسان لا يكون لا مؤمن ولا كافر؟ هذا صحيح؟ من يقول هذا؟ يقول هذا عاقل؟ إنسان لا يقال أنه مؤمن ولا كافر، هو صحيح هذا. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما قال ومنكم من هو بالمنزلة بين المنزلتين. لكن هل هؤلاء يفقهون؟ هذا مذهب المسلم. تفرع عنه مذهب الأشاعرة، الأشاعرة ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وكان أبو الحسن الأشعري كان معتزليا من تلاميذ شيخ المعتزلة أبي علي الجبائي، كان من تلاميذه، ثم إنه من الله عليه وعرف بطلان مذهب المعتزلة، فوقف في المسجد يوم الجمعة وأعلن براءته من مذهب المعتزلة، وخلع ثوبا عليه وقال خلعت مذهب المعتزلة كما خلعت ثوبها. لكنه صار إلى مذهب الكرامية، والكرامية أتباع محمد بن كرام، الكلابية، إلى مذهب الكلابية أتباع سعيد بن كلاب، محمد بن سعيد بن كلاب. ومحمد بن سعيد بن كلاب يثبت سبع صفات وينفي ما عداه، يثبت الأسماء ويثبت سبع صفات، يقول لأن العقل دل عليها وينفي ما عداها، يقول لأن العقل لا يدل إلا على سبع صفات فقط، العلم والقدرة والإرادة وإلى آخره، سبع صفات، العلم والقدرة والإرادة والحياة والعلم، والحياة والعلم، يقول هذه دل عليها العقل، أما ما لم يدل عليه العقل عنده فليس بها. ثم إن الله من عليه على أبي الحسن الأشعري وترك مذهب الكلابية ورجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وقال أنا أقول بما يقول به إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، إن الله استوى على العرش وأن له يدا وأن له وجها وأن له، ذكر هذا في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وذكر هذا في كتابه الثاني مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، ذكر أنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ولكن أتباعه على مذهب الكلابية لا يزالون على مذهبه الأول، ولذلك يسمون بالأشعرية نسبة إلى الأشعري في مذهبه الأول، أما بعد أن رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة فنسبة هذا المذهب إليه ظلم،
فالصواب أن يقال مذهب الكلابي لا مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله، لأنه تاب من هذا وصنف في ذلك كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وصرح برجوعه وتمسكه بما كان عليه أهل السنة والجماعة وخصوصا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. هذا مذهب الأشاعر منشق عن مذهب المعتزلة، ومذهب المعتزلة منشق من مذهب الجهمية، ثم تفرعت مذاهب كثيرة الماتريدية إلى آخره، كلها أصلها مذهب الجهمية. كل من نفى الصفات أو شيئا منها فإنه عنده تجهم من مذهب الجهمية، سواء كان مقلا أو مستكثرا. هذه فرقة الجهمية، وهذه تقريبا أصول الفرق القدرية الخوارج الجهمية الشيعة على الترتيب، أولا القدرية ثم الشيعة ثم الخوارج ثم الجهمية. هذه أصول الفرق، تفرقت عنها بعدها فرق كثيرة لا يحصيها إلا الله، وصنفت في هذا كتب، منها كتاب الفرق بين الفرق للبغدادي، ومنها كتاب الملل والنحل عبد الكريم الشهرستاني، ومنها كتاب الفصل للملل والنحل لابن حزم، ومنها كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري. كل هذه في بيان الفرق وتنوعها وتعددها واختلافها وتطوراتها، ولا تزال إلى عصرنا هذا تتطور وتزيد، وينشأ عليها مذاهب أخرى وتنشق عنها أفكار جديدة منبثقة عن أصل الفكرة، ولم يبقى على الحق إلا من؟ إلا أهل السنة والجماعة. في كل زمان ومكان هم على الحق إلى أن تقوم الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. أهل السنة والجماعة ولله الحمد يخالفون القدرية، يؤمنون بالقدر وأنه من أركان الإيمان الستة، وأنه لا يحصل في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، لأنه الخلاق الرب المالك المتصرف، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، لا أحد يتصرف في هذا الكون إلا بمشيئته سبحانه وإرادته وقدرته وتقديره. قدر الله مقادير، علم الله ما كان وما سيكون في الأجل، ثم كتبه في اللوح المحفوظ، ثم أوجده وخلقه إذا شاءه سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. مذهبهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يوالونهم كلهم، أهل البيت وغير أهل البيت يوالون الصحابة كلهم، المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ويمتثلون بذلك قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهم يخالفون الشيعة أنهم لا يفرقون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوالون بعضهم ويعادون بعضهم، لا، بل يوالونهم جميعا ويحبونهم جميعا، ويعتقدون أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. والصحابة يتفاضلون، المهاجرون أفضل من الأنصار، وأصحاب بدر لهم فضيلة، وأصحاب بيعة الرضوان لهم فضيلة، لهم فضائل رضي الله تعالى عنه، لكن يوالون الجميع، كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعتقدون السمع والطاعة خلافا للخوارج، يعتقدون السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، ولا يرون الخروج على إمام المسلمين، وإن حصل منه خطأ ما دام هذا الخطأ دون الكفر ودون الشرك،
قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا حتى تروا كفرا فواحا عندكم من الله عليه برهان. فهم يخالفون الخوارج ويخالفون الشيعة وكذلك يخالفون الجهمية ومشتقاتهم في أسماء الله وصفاته، فيؤمنون بما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وما سمى الله تعالى به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتبعون في ذلك الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مذهب أهل السنة والجماعة ولله الحمد جامع للحق كله في جميع الأبواب وفي جميع المسائل، ومخالف لكل ما عليه الفرق الضالة والنحل الباطلة، فمن أراد النجاة فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجيمات التي ذكرها ابن القيم فهي أربعة: جيم التجهم، وجيم الإرجاء، أنه يقول بالإرجاء هو مرجي، وجيم الجبر، هذه ثلاث، والرابع يقول جيم جهنم. جيم جهنم جيم وجيم ثم جيم معهما مع عارف يقول إلى آخر الأبيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يقول سؤال مهم وصاحبه ليس من أهل الطائف: يا فضيلة الشيخ صالح يحفظك الله ويرعاك، إنني أعمل بشركة يوجد بها نظام ادخار نسبة من راتب الموظف شهريا. يوجد نظامين للادخار، الأول بفوائد والآخر بدون فوائد، وعند نهاية الخدمة يتم مكافأة الموظف المشترك بالادخار بنسبة 100%. ما رأي فضيلتكم في الاشتراك في الادخار الذي بدون فوائد؟ على كل حال هذا فيما أذكر صادرين به فتوى من الإفتاء على السائل أنه يتصل الإفتاء ويأخذ صورة، لكن إذا كان بدون فوائد هذا يكون مثل التقاعد والله أعلم، يعني شيء تدخره الشركة من راتبه شهريا ثم بعد ذلك إذا تقاعد أو انفصل عن العمل تفصيل حقوقه أو تمشيل التقاعد على حسب ما خصم من راتبه طول العمل أيام العمل أو فترة العمل، هذا يعتبر مثل التقاعد. اللي يظهر لي أنه لا شيء فيه، أما الذي فيه فوائد ربوية هذا حرام لا يجوز. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين الشيعة والخوارج والرافضة، ومن هو إمام الخوارج، وهل لابن سلول دور في ذلك؟ الفرق بين الشيعة والخوارج والرافضة هذا بيناه، يحتاج إلى وقت طويل. بينهم فرق، مذاهبهم ما هي واحد، كل له نحلة وكل له مذهب. فضيلة وأما ابن سلول هذا رأس المنافقين، ابن سلول هذا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، هذا يسمى منافق، يسمى بالمنافق. أما رأس الخوارج الله أعلم، هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له ذو الخويصرة اليماني، ذو الخويصرة الحروري وتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له اعدل فإنك لم تعدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، لم من يعدل إذا لم أعدل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون، يعني من شكله، من ضئضئ يعني من شكله ومن أتباعه، أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ صالح حفظك الله، لقد نهى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عن الغلو في الدين، هل سبب انحراف الفرق عن أهل السنة والجماعة كان من الغلو في الدين، وما أمثلة ذلك من الفرق؟ الخوارج ظاهر أن
أن سبب انحرافهم الغلو في الدين، لا شك أنهم تشددوا في العبادة على غير هدى وعلى غير علم وبصيرة، وأطلقوا على الناس الكفر من غير بصيرة لأنهم يخالفونهم في مذهبهم. فلا شك أن الغلو هو أساس البلاء. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، قال صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ونجد أن المعطلة للصفات سبب انحرافهم الغلو في التنزيه، الغلو في التنزيه، وسبب انحراف الممثلة والمشبهة غلوهم في الإثبات، فالغلو هذا بلاء. والوسط هو الخير، الوسط والاعتدال هو الخير في كل الأمور. لا شك أن للغلو دورا في ضلال الفرق عن الحق، كل غلوه بحسبه. نعم، هذا غلى في كذا ولا غلى في كذا حتى أخرجه غلوه عن الدين. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نحن في وحدة عسكرية وهناك يوم في الشهر للاستعراض العسكري بالموسيقى، فما حكم ذلك؟ جزاكم الله خير. قضية الأنظمة العسكرية هذه ترجع يراجع فيها الجهة المختصة، راجع فيها الجهة المختصة، راجع فيها جهة الإفتاء للنظر فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، نرجو من فضيلتكم تبيان حكم اقتناء العرائس، علما أن بعضها مجسمة ظاهرة الملامح الوجه كالعينين والإنف والفم وغيرها. الصور ليس فيها خير، سواء كانت عرائس أو مرايس، صور ما فيها خير لأنها مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. والمجسمة أشد، صور المجسمة التماثيل أشد، أجمع العلماء على تحريم التماثيل، وهي أساس ضلال المشركين. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فقوم إبراهيم إنما كان شركهم بسبب التماثيل، وقوم نوح إنما كان شركهم بسبب الصور والتماثيل التي نصبوها على المجالس، صور الصالحين. التصوير سبب لحدوث الشرك والغلو في الأشخاص حتى يعبدوا من دون الله عز وجل، وفيه مضاهاة لخلق الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلق حبة أو ليخلق شعير. التصوير لا خير فيه، والتماثيل أشد وخطرها أعظم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل الصوفية فرقة من الفرق؟ وما هي كلمتكم لمن يعتقد أن بإقامة المولد النبوي وهو يعتبر أنه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي لا يعمله فهو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، التصوف لا شك أنه فرقة من الفرق، المتصوفة فرقة من فرق الضلال، غلوا في العبادة والنسك حتى تعبدوا الله بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله، وهذا مذهب المتصوف الغلو. بل إنه تطور مذهبهم إلى تعظيم أتباعهم متبوعيهم ومشايخهم حتى صاروا يشرعون لهم ويأمرونهم وينهونهم ويعتبرون طاعتهم أنها عبادة. ولهذا يقولون المريد مع شيخه يكون كالميت مع غاسله، المريد يعني التلميذ مع شيخه الصوفي لا يتكلم ولا يعترض بشيء، لو يأمره بأي شيء عليه يمتثل، وما أمتثله يدخل النار. ويقول من لا شيخ له فشيخه الشيطان كما يقولون. فهم غلوا في الأشخاص والمتبوعين حتى اعتبروا طاعتهم عبادة. لا شك أن التصوف أنه فرقة من الفرق الضالة، نسأل الله العافية. وأخي اكتب سؤالك مورد، ما في كلام، ما في سؤال شفهي أبدا، لا لا ما في إلا اكتب ورد. بقية السؤال المولد. لا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة على المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمحبته واجبة علينا أشد من محبتنا لأنفسنا،
ولأولادنا وآبائنا وأمهاتنا والناس أجمعين، هذا بلا شك ومن الدين، هذا من الدين. ولا يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرتد عن دين الإسلام، فمن أنواع الردة بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به الرسول، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله، أو بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان وبغضه كفر. ولكن هل محبة الرسول معناها إقامة المولد؟ حاشا وكلا. إذن يكونون الصحابة ما أحبوا الرسول لأنهم ما أقاموا مولد له، يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين والقرون المفضلة لا يحبون الرسول لأنهم لم يقيموا موالد، وإنما يحب هؤلاء الذين جاءوا من بعد وأحدثوا الموالد. هل بعد هذا الضلال ضلال إن نضلل الصحابة والتابعين وأتباعهم ونقول إنهم ما يحبون الرسول لأنهم ما أقاموا موالد؟ هذا غلط كبير. الواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كان يحب الرسول فإنه يتبعه ويطيعه ويترك ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد نهى عن البدع والمحدثات، والمولد محدثة وبدعة، الذي يفعله يكون عاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، انك تخالفه متعمد المخالفة وتأتي بشيء ما شرعه الرسول ولا فعله أصحابه خلفاؤه الراشدون، تقول هذا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، أين العقول؟ كل خير فهو في اتباع السنة، وكل شر فهو في اتباع البدعة مهما كان. نعم. فضيلة الشيخ صالح الفزان حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا دلال في حلقة الخضار بمدينة الطائف، يعطي المزارعين قروضا بدون فائدة ويشترط أن يبيع المزارع محصوله عنده إذا باع في الطائف، أما إذا كان خارج الطائف فيبيع كيف شاء، فما حكم هذا القرض؟ وهل يندرج تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا؟ لا شك أنه يندرج، واضح أنه ربا. إذا أقرضتهم من أجل أنهم يسوقون سلعهم عندك ومبيعاتهم عندك تحصل على الفائدة من ورائها، فهذا قرض جر نفعا فهو ربا بإجماع المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، فهل هذا العدد محصور أم لا؟ ليس بمحصور، الفرق كثيرة جدا، إذا طالعتم في كتب الفرق وجدتم أنها كثيرة، لكن والله أعلم أن هذه 73 هي أصول الفرق، وتشعبت منها فرق كثيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفق الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو إعطاء لمحة عن فرقة العلوية والإسماعيلية. هم من الشيعة، أنا قلت لكم في الأول أنهم من طوائف الشيعة، وهم غلوا في أهل البيت، ولهم مذهب معروف. نعم. يقول السائل: هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ أبدا، الفرقة الناجية هي المنصورة، لا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة، ولا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، هذه أوصافهم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هذه صفاتهم. ومن أراد أن يفرق بين هذه الصفات ويجعل هذه لبعضهم ودي البعض الآخر، هذا يريد يفرق أهل السنة والجماعة، يعني يريد يفرقهم، يجعل بعضهم فرقة ناجية وبعضهم فرقة منصورة، وهم جماعة واحدة ما فيهم تفريق. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقول: عندي مبلغ من المال مجمع من أهل الخير لبناء مساجد وحال عليه الحول، هل تجب عليه الزكاة؟ إذا كان هذا المال من متبرعين، إذا كان هذا المال من متبرعين اجتمع لبناء مسجد فليس فيه زكاة، لأنه معد للإحسان والخير، ليس فيه زكاة. نعم. يقول السائل: ما حكم التقني بالأذان؟ تحسين الصوت بالأذان طيب، تحسين الصوت بالأذان وأدائه بصوت جميل طيب، هذا مما يرغب في سماع الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى أبي محذورة وجعله مؤذنا في مكة لحسن صوته وحسن أدائه رضي الله عنه، ولما جاء عبد الله بن زيد بالرؤيا التي رآها في الأذان قال: ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا،
يعني أرفع منك صوتا، دل على أن رفع الصوت بالأذان وتحسين الأداء طيب، لكن لا يصل إلى حد التلحين والتطريب. نعم. قل السائل: هل يحرم الخروج على ولي الأمر وإن استبدل بشرع الله شرائع أخرى لتحكيم في الناس بها ويقول جهرة لا علانية بين الدين، لا فرق بين الدين والسياسة؟ أثر غريب حقيقة، ما موضوع هذا المسألة. هذه المسألة مسألة التكفير والخروج، يعني يحتاج أنه يعرض شأن هذا الشخص الذي يراد الحكم عليه، يعرض ويسمع ما هو عليه وما هي الشبه التي أدلى بها، ثم يحكم عليه بعد ذلك. أما أن نقول على طول أنه كافر وأنه يخرج عليه، يحتاج إلى دراسة. الأمر خطير جدا، كل واحد يكفر الناس وكل واحد يقول للناس اخرجوا على هذا لأنه كافر، هذا يحدث فوضى. فلا بد أن يرجع في هذه الأمور إلى أهل العلم. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم والذين يستنبطونه منه. هذه الأمور تعرض على أهل العلم وعلى أهل البصيرة، وينظرون في واقع هؤلاء القادة ويحكمون عليهم بما تقتضيه الشريعة. أما التسرع في دار الأحكام، فلان كافر فلان يجب الخروج عليه على طول، تمام، يفوضى خلاص.